صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن عدوهم من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وافقا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترأى وتمتعه فيها تميلا. بسند سهيل عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليك وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة أفؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك أتمت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب الأودي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نهو الكساء وقال: السلام عليك يا جد، السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، هو مع ولديك تحت الكساب. فأقبل علي نهو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاغب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نهو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء فأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن غلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا غرب لمن غاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض المدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بهرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة
الذين هم تحت الحساب. فقال العميل جبرائيل يا رب ومن تحت الحساب. فقال عز وجل هم أهل بيت هو وما دنا الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط على الأرض لأكون معهم صادصا؟ فقال الله نعم أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يغرئك السلام ويخصك بالتنية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا غمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بغرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومهبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الحساب فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذنب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الحساب من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالعبد نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا بالله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر ما هذا في مغفل من مغافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا بالله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. شب نزول جلال شاهزاد علی اکبر انشاءالله خودش تصدق سر آقازادش
ابا عبد الله گوشه چشمی به ما کنه امام زمان صدق سر این آقا و عمو جانشون یه نگاهی به ما کنه رفع گرفتاری از همه مظلومان عالم شفای همه مرزای عالم مخصوصا محبین امیر المومنین سفارش کرده ما امشب یه جور دیگه سلام بدیم السلام علیکه یا ابا عبدالله و علن ارواق التي علت بفنائک علیکه منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر الاهد مندی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا علي ابن الحسين ابن علي السلام عليك يا علي الأكبر يا ابن الحسين الشهيد يا أخ الرقية انت في مسلم دل ربایی دارد پیداست که اوصاف خدایی دارد روی نبی و روی علی را در یک صورت عجب صفایی دارد منت خدای را که شب غم سر آمده صبح وصال با همه خوبی بر آمده در مشرق جلالت خورشید کربلا ما میز آفتاب فروزان تر آمده خورشید هم به گرد شکوهش نمیرسد این ماه جز حریم حسینی برآمده زیبا رخی که آتمم مادر آمده سرچشمه جدا شده از کوثر بهش آینه تمام پیام آور آمده نام علی برای حسین است افتخار این افتخار با پسرش اکبر آمده این خانه هاشمی که ز زینب رو بوده دل سیراب بوسه پدر و مادر آمده جیسوی او روایت حبل المتین کند ابروی ذوالفقاری او صفدر آمده
هرگز گلی به خوبی اوم دیده شهر وقتی گل خانه ای چه آز همه گل پرور آمده زیبایی جمال علی را نداشته است هر جا ملک به صورت انسان در آمده یوسف که دل بران دل از مصریان رو بود دیوانه کرشمه این دل بر آمده قرآن به جاهت یوسف بیان قرآن کند به جاهت یوسف بیان ولی یوسف بیا ببین ز تو زیبا تر آمده اکبر که حسن او رخ او وام برده است اکبر که چرخ در بر او از قرار آمده از منطقش مپرس که چون مصطفی بود از سعادتش مگو که چون حیدر آمده انگشتر رسالت خیرال انام را از مخزن مشیت حق گوهر آمده بهر دفاع از حرم قدس کربلا این تک سوار عشق به جان و سر آمده شش گوش قبر حضرت او عقل دید و گفت جانم که پیش پای پدر با سر آمده اومد تو خیمه امام زین العابدین میخواد خداحافظی کنه بره میدون صدا زد برادر یه وصیت دارم منو پایین پای بابام خاک کن چرا برادرم صدا زد میخوام وقتی زوارش از پایین پای بابام میاد خودم اول جواب سلام بدم و سلامشون کنم آقا گوشه چشمی امشب به ما کن فردا بهشت عاشق و فردا بهشت عاشق و مشتاق ظاهری که امروز خالصان سوی این در آمده منت خدای را که مؤید دوباره هم مدحتگر حسین و علی اکبر آمده یه خد روزه به شفای همه مرزا مرزای منظور آخ به اون لحظه ای که قنداغش و دست عبا عبدالله دادن میگم مگه قنداغه حسین رو به بیبی ندادن مگه به پیغمبر ندادن همه گریه کردن مگه اون شب قنداغه اول فضل رو به امیر المومنین ندادن مگه بازوان عباس رو نبوسید و گریه کرد میگم نکنه شاید شاید قنداغه رو دست عبا عبدالله دادن عین الله داره نگاه میکنه نگاه کنه و یاد اون روزی میفته که میون صحرا داره فریاد میزنه جوانان بنی هاشم بیایید
Ali Raberderim Xeyme Resanit Xuda Dalet Kemen Sağet Nedarem Ali Raberderim Xeyme Resanem اون وقتایی که روزه امام رضا رو میخونیم میگیم جوانش جواد و لمه اومد سر بابا رو به زانو گذاشت بعد از علی اکبرش میخونیم بذارین غلام بر امام رضا بگیم اللهم صل علی علی ابن موسر دل مرتضا الامام التقي النقيب وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد سلامة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك تو که یه گوشه یه چشمت غم عالم ببرد حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد ذکر ما این است در حیات و ممات یا صاحب الزمان الغوث الامان یا مهدی ادرکنی 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 شفایم ی مرزا رفع پریشونی از پریشون دلا و مریض دارا شفای دل مریض و صاحب ندیدمون بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر دادا و یک شف السو اما یجیب المضطر دادا و یک شف السو اما یجیب المضطر دادا و یک شف السو ذکر ما این است در حیات و ممات به کریم آل الله امام مجتبی صلوات.